حياكم الله متابعينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج المدرج. اليوم راح ننقل لكم الجوله الحادية عشر من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكره القدم، واول مباراه ثامن الترتيب المالشيه اللي راح يواجه البديع صاحب المركز السابع. المباشر بينما فريق البديع الخيول الخضراء كما يحلى لجمهور وعشاقه يطلق على هذا الفريق بوجود حارس المرمى. زين حماس بس ما في اهداف، يبلهم هداف يبلهم يعني. لازم اليوم المالكيه يفوز عشان يحسن وضعه في الترتيب. لازم يفوز، يبلهم هجوم قناص ما عندهم يعني. مستوانا واجد زين. ان شاء الله ثلاث نقاط ضامنينها. ضامنها. فريق ما يسجل. لا الحمد لله فريقنا مستواه طيب ان شاء الله. وان شاء الله الفوز لنا ان شاء الله. ان شاء الله يعني المالكيه الشوط الاول يبشر بخير يعني. يعني انا اشوفه افضل المباريات السابقه يعني لعبنا شوط جيد جدا وان شاء الله تكون الثلاث نقاط من نصيبنا ان شاء الله. تبعد من قبل حارس المرمى يتابع، لكن في هذه اللحظه مع هذه اللعبه الاخيره تاتي صافره حكم ساحه دولي محمد بنفور. الشوط الاول خلص وانت اليوم لازم تفوز. ان شاء الله بنسجل احنا ان شاء الله، النتيجه 1-0 لصالحنا ان شاء الله. مالشاوي بس بعد البديع يتفوق عليك في الترتيب ووضع احسن منك، يلعب على روحك. صحيح البديع هو قال انه اخر جولتين هو غلبنا. ان شاء الله اليوم نفوز عليه ان شاء الله، على اللاعبين كل شيء على اللاعبين ان شاء الله. بس العبره في الاخير ان شاء الله، وبقول لك انا ما قال ابو ساره 1-0 ان شاء الله. وبلنتي ما بقول لك فارس الغربي ايش بيسوي اليوم؟ ان شاء الله فايز 1-0 اليوم ان شاء الله. بس ما عليك فارس الغربي هذا الاخ في الاخير شوفه مرة واحدة ينطلق لأنه اسمه فارس من نوفي. لحظة صراحة في بعض الحكام أنا أقول لك لو أنا صدق يعني في التحكيم ما أخليهم يطبون ملعب، ما كأن حكم في الملعب، ما كأن في الملعب. تدري وش يسوي؟ طلعوا ما بين الشوط والشوط صفر الحكم اللعب والحارس ما لا نزل، الحارس لا نزل واثنين لاعبين برا. يعني أنت حكم أول احسب اللاعبين، شوف اللاعبين موجودة ولا فاولات، ما كانه فاولات. انا اقول لك ان الحكم صراحه في بعض الحكام ما يسوون يطبون. انا درست تحكيم واعرف ايش التحكيم. هذا الكلام الجوله ولا الجوله اللي طاف قبل المباراه اللي راحت هذه وفريقنا لازم من على قولتنا من الاعلى الى الاسفل اداره كامل، يعني السيء نشيله، مو بس لاعبين، ما تحكي عن لاعبين، احنا تحكي حتى عن اداره. فريقنا بس يحتاج الى خبره، يعني اسراء اللي راح من عندنا اللاعب وجيجي لو مخلينهم احسن من المحترفين اللي جايبينهم الحين، قالوا عليهم ديون زين محلهم يخلوهم. الحين بتطلع الموضوع كله ان احنا ما نفهم، هم بس اللي يفهمون. الاداره طيحت النادي كلش. احنا كان كم في المصطرف 30 سنتي وصلنا 20 سنتي تعد. احنا اللي الافريقيه يخافون مننا، والمالشي حلوه قويه، واحنا واقفين اياهم على اخر نمط عشان بس نتم في الممتاز، وان شاء الله راجع اليهم حمام الفريق بنفسه. حضور اللاعبين الاحتياط، طبعا عندنا اصابات عندنا غيابات، الحمد لله الاداء جيد، ونتمنى الشوط الثاني يكونون افضل ان شاء الله. هزاع علي بعد على البنت بعد، انا على حسب ما وصلني انه هو مصاب، بس ان شاء الله يكون جاهز ويبدون يلعبونه وان شاء الله يأدي، لانه هو مع بريتو يكون خطرين يعني، وهو يكون معاه وانتو. المالكية تحتكم في ترتيب ويبون ذي المباراة بأقصى درجة. لا إن شاء الله إحنا نوقفهم إن شاء الله بثلاث نقاط، وناخذ بعد مباراة الشباب عشان يكون ذي الفريقين تحتنا. فارق يعني نفس ما تشوف، ما في فارق وايد في النقاط. يعني بإمكان أي فريق ترى يصعد. يعني تاخذ أربع مباريات تفوز تصعد فوق، يعني مو بصعبة المنافسة ترى. فريقك قادر على النفس الطويل خلينا نقول. والله بحكم يعني ظروف الفريق، يعني ان شاء الله ان نتم في الممتاز اهم شيء هالموسم، يعني لان لا ملعب موجود، رواتب متاخره حق اللاعبين، فالظروف صعبه على البدايه يعني. يطلق عليه ايضا زملائي الاعلاميين شوط المدربين. هناك تبديل حاضر مع
هذه اللحظة بس فريقك بعد الشوط الأول مو أقنع وبين أو كسر على نيوبة خلينا نقول. نعم نعم، هو الشوط الأول ترى الأولي كان هو المالشية هو الأفضل يعني في اللعب، ممكن سنحت له فرص ممكن أكثر من البداية، ولكن كرة القدم هي أهداف يعني اللي سجل هو اللي يكسب المباراة. نواصل يعني في المواسم الجاية نتحسن وضعنا، لان تعرف وضع نادي البيع وضع يعني مأساوي، يلعبون في ملعب صناعي، امكانيات ضعيفه، يعني يحاولون يلملمون يكونون مجموعه على اساس ان يثبتون وفي المستقبل ان شاء الله ينظموا فريق جديد. بعد الفريق يعني رغم هذه الظروف في لاعبين تشوف في بعض المباريات البداية يتميز بشكل كبير وبعض المباريات ينزل المستوى. احنا عندنا بعد في افضل من اللاعبين هذين، ولكن كل جهاز فني لا يعني رأي، عندنا الشباب فريق قوي تمنيناه انه هو يزجهم لكنه ما ادري شنو المشكله، في يقولون المشكله بين فريق الشباب وفريق الاول، نتمنى انه يحلونها. وصراحة البديع فيها مواهب ان شاء الله باذن الله بتشوفونا السنه الجايه ان شاء الله. احنا صراحه تعبنا من مجلس ادارتنا اللي مو بقادر يعني يدعم الرابطه، احنا كجمهور ساعدناهم عده مباريات وقفنا ان شاء الله على امل ان شاء الله ضد المحرق متبرزين لهم. هاد محضرين مفاجاه شكلكم؟ مفاجاه حق المحرق، في قلبنا شيء عليهم. المباراه شكلها راح نشوف، يقول والله لا راح نشوف 20 دقيقه وقت كبير. خطا، اوه جول جول جول، يا سلام، انا ذكرت المباراه شكلها فيها جول، هديه بطبق من ذهب. نبي الهدف الثاني بعد، لا ترجع دفاع، ترجع دفاع بيحط الجول التعادل الثاني عليك، اضغط عليه لما سجل ثاني ترتاح شوي. من بدايه الشوط الثاني فريقك كان متراجع. لا والله شفنا افضل من فرصه، ان شاء الله نتمنى الحين يسجلون جول ان شاء الله، او جود شويه في النص، عندنا شوي خلل هنا في النص، فان شاء الله يجود ولا يهجم. ها جود وهجم بعد، لا ترجع ان شاء الله، نتمنى الفوز، اهم شيء 3 نقاط. والله حماس زار عند اللاعبين لان هاي المباراه مهم، اهم مباراه هذه، يعني هي اللي تحدد مصيرنا ان شاء الله، بس نفوز بعدين الفريق اذا احتاج هذا الفوز، فزنا بتحدد المعونات اللاعبين وان شاء الله بس نطلع فايزين. مالجيه اليوم يبون الفوز لحد الحين ماشيين في الطريق الصح الحمد لله رب العالمين. شوف اليوم مستوى بدل التشكيله المدرب يعني، ان شاء الله يعني هذا يثبت عليه التشكيله ونتوفق ان شاء الله الجولات الجايه. مالجيه لهالموسم لوين؟ والله اتمنى بس انه يبقون في الممتاز يعني لا شيء ثاني. والفريق اليوم شلون تشوفه؟ والله اليوم احسن من اخر كم مباراه، هلا حد الحين قالبين 1-0 وان شاء الله يحافظون على النتيجه. اولا لنا الشرف والتقدير ان نكرم اخونا الغالي عميد المشجعين ابو علي الكينج، طبعا هذا اقل تقدير نقدر يعني نوفيه بحقه لانه ما قصر في هذه الكره البحرينيه. وعلى جماهير المالجيه معودين على المبادرات الحلوه، شو تقول بعد طبعا الحق فيهم يقل يعني، الله يسلمك، هم يوم خذوا الدوري ما قصروا، كرموني بدرع واليوم دعوني علشان بيكرموني. طبعا اشكر أم محمد والغامين على هالبادرة، خصوصا نشكر الجمهور اللي يزحف هالفريقه، واتمنى الأفريقة كلهم ان تقتدي جمهور المالشية، وهذه بادرة انا احطها تاج فوق راسي. احنا ما نبحث عن المال، احنا نبحث عن حب الناس، حب الناس هو اللي يوصلنا هالتقدير. هذه الشرط عندي أنا بالدنيا وما فيها، ما أبحث عن المال، أبحث عن التقدير. أنا عاجبك الفريق اليوم و 9 دقائق بقت وتأخذ 3 نقاط إن شاء الله، مناخذه ومنفوز بعد، منفوز وإن شاء الله منعدل المركز مالنا والفارس إن شاء الله بملحظة.
اعلى نتيجه فوز حققها المحرك على حساب المالكيه بستة اهداف مقابل لا شيء، واعلى نسبه تهديف كانت في الجوله الخامسه. اولا يعني نقول الحمد لله وما قصروا، احنا شفنا المباراه كلها، المدرب الله يحافظه، تدريب تبديلاته يعني متاخره وياي لعيبه تعبت اشكره داخل الملعب الموجود الكابتن على الاقل بعد خليك مع الكابتن على الاقل يتكلم مع اللعيبه اللي داخل وياه في الملعب ان نغير او الله يسلمك ناس من اللي فوق يوجهون المدرب عقد تغييرات واضح الله يسلمك. نقول اول شيء مبروك لجماهير المالكيه وهارد لكم لفريق المضيع، وان شاء الله اتمنى ان لقدام ان شاء الله بدا يعيدون ان شاء الله. اهم شيء احنا خذينا النقاط في القسم الاول وان شاء الله القسم الثاني نرجع ان شاء الله. مبروك مبروك الفوز، مبارك عليك ان شاء الله. فوز نهدي حق الجماهير كلها، خصوصا ساعي ابو رياض اكبر مشجع جمهور في المالكيه اللي سوى الدعوه يستاهل الحمد لله، ونحتاج احنا الفوز وجانا الفوز. اي ان شاء الله المباراه الجايه ان شاء الله نكون احسن واحسن ان شاء الله يتحقق. شو المستوى بعمك اللي ذاك زود؟ ما يهمنا المستوى، يقول لك لا تسالني على المستوى، سالني على النتيجه. نتيجه اليوم الحمد لله لصالحنا، ان شاء الله المباراه الجايه نعوض ان شاء الله. مبروكين وحققتوا الانتصار. الحمد لله الحمد لله على الفوز، وان شاء الله يرجعون ويغطون ان شاء الله. بعدنا ان شاء الله. راضي على المستوى اليوم؟ الحمد لله رب العالمين، انا اليوم راضي على المستوى، وديما اقول لك ان انا راضي على المستوى، اعيد واكرر ورغم الهزاين الا انا يعني راضي على المستوى، بحكم مثل ما قلت لك ان لاعبين اللي بعدهم شباب وبعضهم توهم صاعدين فريق الاول. ولوين هالفريق بيقدر يوصل؟ والله احنا لحد الان طموحنا نبقى، وان شاء الله ان شاء الله دعواتكم ان شاء الله الموسم القادم ان شاء الله راح يكون مستوانا افضل، ان شاء الله نثبت. اليوم قدموا مباراه زين يعني، والبديع صدق مو في مستواهم، لكن الحمد لله اهم شيء ثلاث نقاط، لان الفريق كان محتاجينها صراحه، معنويا نفسيا على الجماهير، ردت روح الجماهير وتشجيع للاعبين الصغيرات، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. ثاني مباراة راح نغطيها لكم متابعينا هي مباراة صراع المقدمة ديربي العاصمة اللي تجمع بين نادي المنامة ونادي النجمة مع الزميل محمود سويد. هذه الجهة اليمنى يمين ملعب المباراة، يمين السادة المشاهدين، في حين طبعا النجم بالقمصان البيضاء اخذ الجهة اليسرى يصرخ على ارض الملعب، وهجمة خطرة، هو الجول ومادو، جول 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 جول، هدف اول للنجمة ممادو. بالعاصمة بيروح من عندكم؟ لا لا ان شاء الله ما بيروح، تو المباراة اول ربع ساعة، لحين في مجال ان شاء الله نقدر نقلبها. عليك جول بداية مباراة. والله شو اقول لك، احنا الحين حاليا في يعني كنا في الصدارة، لازم نستغل هالفرصة، كل مباراة ندشها كنا كاس فاينل كاس، وتوها الحين تو اول ربع ساعة ان شاء الله بتنقلب النتيجة. والله اذا استمر ربعنا على حل حول زين نقول هارد لك، يعني النجمة دوشين تركيز وتنظيم، ربعنا لو مركزين والدفاع له تعليق بصراحة، فان شاء الله يعني نقدر نعوض. بيرجع منومه في الديربي ولا ما بيرجع؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عليك جول اول ربع ساعة ان شاء الله بنفوز 3-1. وايد ثلاثة على النجمة 100%، 3-1 اكيد اكيد 100%. واذا ما يب ثلاثة بنيب ان شاء الله بنيب ثلاثة. والله اذا رجع اقول لك في هاف تيم الاولي راح منامه راح يفوز، اذا ما رجع ما سجل التعادل احتمال 20% اللي يتعادلوا ان شاء الله. رادين الحديث بقيه يعني. وين الحديث بقيه؟ اول 10 دقائق عليك جول ما يخالف، مش المباراه ساعه ونص حبيبي، بعد عندك شوطين على مستوى ال 20 دقيقه في امل يردون ان شاء الله. ان شاء الله كل هجمتين ثلاثه ان شاء الله، الثالثه ثابته ان شاء الله. المفروض انه يلعب عندنا فرق ما لعبون، قطعت من الكره هجمه مرتده وخطا من الدفاع وسجلوا جول.
ولا الحين باقي في وقت الحمد لله، وبنشوف ان شاء الله لنهايه المباراه شو يصير. زين الحين 25 دقيقة، مستوى فريقك يبشر انه يرد في المباراة؟ والله مستوى الفريق لا، بس ان شاء الله بيرد. ان شاء الله بيغلبون الفريق، يبي له بعد شوط واحد يتأقلمون، الشوط الثاني ان شاء الله. يتأقلمون الحين تقريبا كم؟ قسم الحين قسم الثاني الحين ما يتأقلمون؟ الحين والله المحترف ذي رقم 6 عليه كلام يعني، بس شملون له كلمة بعد ما ادري بعد. كم بيرجع منهم الشوط الثاني؟ انا اتوقع 2-1. ان شاء الله ربعنا احترامنا للمنامه، لكن فريقنا قوي ان شاء الله ومنافس قام الظروف الصعبه اللي احنا نعيشها، لكن ربعنا ان شاء الله رجال، عندنا رجال مقاتلين في الملعب ان شاء الله، وبنرجع بالمباراه. اكيد مع الصب. ليش مع الصب؟ تعبون حكم تعبون. ليش الحكم تعبون؟ اخطاء لانه ما يحسب لنا. زين اترك التحكيم الحين، مستوى فريقك شلون؟ يطمن الحمد لله. يعني بتاخذ الديربي اليوم ان شاء الله باذن الله. كم بتاخذ انزين؟ 2-0 لنا. بس بعد المنامه بيعدل اوراقه وبيرجع ان شاء الله. قادرين احنا اليوم ربعنا قادرين بعزيمتهم، قادرين ان شاء الله. اللعب تقريبا كله حق النجمه، يعني الاستحواذ وهذا حق النجمه صراحه. منومه ما قدم ولا شيء لحد الان، بس الحين اكو اخر 10 دقائق المنومه قاعد يضغط وقاعد يضيع فرص قدام. من ما ضيع ولا شيء الا الكرات العرضيه ذي الحارس يشيلها، يعني ما ضغط ذاك الزود، بس نقول ان شاء الله الله ييسر الامر ان شاء الله، وتشوف شوط ثاني احلى من كذي. ايش بتقول بيفوزون النجمه؟ كم بيفوزون؟ واحد ولا خمسة؟ طماع الولد. وفي هذه اللحظة سيداتي يا نساتي سادتي مشاهدي الكرام متابعي قناة البحرين الرياضية، النادي قاعد يمر بظروف مو بزينة شوية، واللعيبة في جميع الألعاب قاعد متحاملين على روحهم على الظروف المادية اللي صارت في النادي، وارفع لهم القبعة يعني. بخصوص الشوط الأولي تدري مباراة قاعد تلعب على الصدارة اليوم، مستوى طيب، طلعنا بالأهم هو 1-0. إن شاء الله الشوط الثاني بتشوف دائما الشوط الثاني شوط مدربين، وإن شاء الله متفائلين خير بالفريق يعني. الرفاع على محرق هاي لعبوه الكاس سوونا ضجه ولويه زين، هذه يقولوا هذه اول شيء مبارك حق الرفاع وصلهم النهائي زين، ونقول حق محرق هارلك وايد وايد انا اقول لك السنه عطوا محرق زياده عن اللزوم، بياخذ دوري بياخذ كاس بياخذ على شنو؟ شوف فريقهم متواضع، كل فرقه متواضعه، انا اقول لك اذا طفت اليوم خلي انتظرني اللي جاي، تعرف من اللي جاي؟ اللي جاي محرق، لا ياجلون لا يلفون يدورون، بطق وبامشي من عقب المباراه، اذا غلبت بطق وبامشي. بس محرق من هزيمه ويبي يعوض، بيطلع من هزايم هالموسم، هزايم جايته مو بهزيمه على مستوى ذي اللي قاعد يأدي. شنو نصيحتك يبا؟ يعني المفروض ان الحكم مفروض يسوي اشياء عدله، فمو مفروض ان انا شفت الشيء ان واحد في عند الجول منك كان منبطح ما عرف شو يسوي، والحارس ما عرف شنو سوى، يمكن طقه وسوى له شيء، او بعد يمكن المفروض يعطونا اللي سواه اللون في فاول او كرت احمر او كرت اخضر او اصفر، ومفروض المباراه تكون عدله، يعني تكون مستقيمه، يعتبر ان في طق بعض الاحيان مخالف، يعني اشياء ان غريبه قاعد تصير، يعني في بعض اللاعبين يطيحون معنا هاللون النهايه 3-1. بس انا اقول النجم بيفوز. أنا أقول منامة يفوز مو نجمة. منامة يفوز 3-1. 3-1. بس النجمة أقوى. لا. ما هجموا الخطر. النجمة أخطر. لا. منامة. 3-1 للمنامة. عودة بكم مرة أخرى لشوط المباراة الثاني من لقاء نادي المنامة ونادي النجمة. شوط المباراة الأول انتهى بتقدم نادي النجمة. مستحيل، وشوف كلامي بعدين، وإن شاء الله 3-1 بعد.
ثلاثة عودة على النجمة. وتشوف على حق على النجمة؟ لا لا حق منامة سهلة عند منامة. هم جمهورهم يقولون بيعطونكم أربعة؟ جمهور أربعة؟ الجمهور على طول لك أربعة، لكن جمهور منامة شوي صعبين. يعني الحين تقول ثلاثة؟ ثلاثة إن شاء الله. هي كلها ربع ساعة. وتعال عقب ربع ساعة وشوف. لا ما أشجع منامة، أنا كنت أشجع الوحدة بس من اندمجوا الحين قمت ما أشجعهم. بس شوية جاء تابع الدوري صعب عليهم إن شاء الله، بس لاعبين الكرة لهم، بس أنا ما أدري شو المشكلة اللي ما قاعدين يسجدون، ترى الكرة كلها حق المنامة، بس أتمنى إن يستغلون. بس أكو في فرص ضايعة وايد حق النجمة. عندهم بعد فرص ضايعة، بس إن منامة هم الأقوى في المباراة، بس أنا حرام يعني نقاط الحالة، واليوم بعد دي النقاط شوي مشكلة، يعني أنت فرصتك تروح حق الصدارة، وأتمنى إن ما دام الجماهير رادين مفروض يراضون الجماهير علشان جماهير تزيد في الايام القادمه. شملون مفروض من القسم الاول يلعب لاعبين تحت 21 سنه، الحين مضغوط هو مضطر يلعبهم، مفروض من القسم الاول كان يلعبهم اكثر عشان يرتاح الحين يقدر يوزع الدقائق على اللاعبين. واتمنى يعني المدرب يدخل علي حبيب من الشوط الاول على اساس يعني تنتهي المباراة من الشوط الأول يعني بنتيجة إيجابية اللي هو يعني بفوز، عشان ما نلعب على الشوط الثاني اللي هو بالتعادل أو خسارة. وأتمنى يعني من المدرب يعني يشوف لنا مثلا لاعب أو خطة مثلا تكون ثابتة في الملعب، مو كل مباراة نشوف مثلا تبديلات مو ثابتة تخلي اللاعبين يعني ما يتمركزون في مراكزهم، أو يخلي يشتت تفكير اللاعب وما يقدر يركز في رتم المباراة. يعني قدم ويلعبها في الجول. من أمامه على طول مع إيمانويل يلعبها طويلة في الأمام لمومادو، مومادو يخلصها، مومادو خطفها، هو الجول. بالتالي حكم ورا كل المدرب بعد عند الخط الوسط فاتح في جاب بين خط الهجوم وخط الدفاع، الوسط هنيك مفتوح عندنا، منهم قاعد يلعبون على واحاتهم، المسافه بين خط الهجوم وخط الدفاع في مسافه، المدرب ما قاعد يشوف خط الوسط ما قاعد يسوي شيء، تعبوا اللاعبين. والحكم بعد له دور، يعني شفت الكره الانفراد هذه، لا الايمن رفع الايمن اجرب طاق الكره في بطنه ولا في صدره، صفر على اي اساس انت الهيل تسلم ولا هي انت لا ماشي انت ورا الحكم، انت 20 متر ورا. واحد واحد في الاسبوع الثامن، وفي هذه اللحظه سيداتي انساتي سادتي انفراد واللايمن ما اشر الحين راو هذه اللقطه الكعبي وخليه يحللها، اذا قال فيها اذا انا غلطان لك وعد ان انا ما اطب الملعب ولا مباراه. حكام ذبحونا، فريق قاعد يأدي يا جماعة، مو بشرط الدوري حق رفاع والله حق محرق والله حق هاي، خلونا نمشي، اللي عنده شيء يأخذه في الملعب، لما احنا بنتم مشكلتنا يا الحكام. والفريق يبي تطور الفريق، إذا كل مباراة ينهضم حقه اللون ما يفايدة. خير رجع نفس الحكم، أنا أتوقع أنه ما أتوقع الكرة في يدي، يعني دائما يا اما ما حسابه، انت ايش درك مع اللاعب مع ظهرك انه طقت في هذا اللاعب، ايش درك تحكم على الكوره؟ احنا دائما نسوي شيء وينا يطيح علينا شيء، يعني تحكيم ماري ضدنا ماري، ايش السالفه؟ ايش في التحكيم على النجمه؟ انا ما ادري. بس الشوط الثاني لعب فريقي، احنا شويه تعابه اليوم، تعابه كانوا دياو كلش كان تعبان اليوم، ما ادري ايش في اليوم، ايش ماكل مزبوط شيء ما ادري والله. يعني المفروض يصفون الاداره السنه الموسم القادم، ما سووا شيء. عندك لاعبين قالوا ما عندنا، احنا عندك لاعبين، انت لاعب على الصداره هاي لعبك، عقب غربي قدامك محرق وغير بيونك هاي لعبك، اربع خمس مباريات ما لعبنا زين، تكلمنا وكل الكل زعل، لكن هالمره بعد اقول يا ريت نفس كابتن انه احنا جف نشوفه هني على البنش، هاي مسج مالي بس. فريق والله وافق، الفريق زين لعبوا زين اليوم، فريق اوكي بس ما في تشانس ما مش. والمباراه It was very good game يعني بين فريقين، يعني منامة ونجمة أدوا وتعادل، I think fair يعني. وبكذي مشاهدينا انتهت تغطيتنا لحلقة هذا الأسبوع، انتظرونا الأسبوع المقبل في نهائي كأس جلالة الملك المفدى بين الحد والرفاع، إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وطاقم العمل.
في أمان الله.